تنزيلا. وحيد الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس عني إلا أن أرحب بالضيوف الكرام المباركة ليكرم سيد الوالي السادة أبناء الخلف الصالح الذي إن شاء الله يرث رسالة الأجداد. جزا الله عز وجل عنا كل خير سيد مدير شؤون الدينية والأوقاف على هذه الكلمة الطيبة المميزة. نرحب بالجميع. دون إطالة أدعو أستاذنا وشيخنا وأكبر رجل ترك بصماته في هذه الولاية، شأنه شأن جميع المصلحين والدعاة والعارفين، أمثال الأستاذ الشيخ محمد ويدي الصايب. أدعو أستاذنا الشيخ سعيد معمل ليلقي ويشرف مسامعنا بدرس بالمناسبة. بالمزيد من الأجر والثواب والمغفرة، سيد ولي الولاية المحترم والموفق في خلافه سيد رئيس مجلس الشعب الولائي والسيد رئيس مجلس الشعب لم يكتفي بالتصريح إلى أجله بالتلميح إلى أجله وإنما لجأ إلى التصريح. إن يسبتي بخطرات مازال لكم إلى أغسطس وفعلا نسلموا كرانا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم المقربون منه بأن هذا أيضا إشارة إلى أجله. الناس جيغاون لما نجيغاون دولة ربي وجيغاون أهلوي ومن قلبي الذي كتب الموت على كل نفس. الناس ذكاء الناس فينو وريس ناس ربي عز وجل ومن حياة الدنيا إلى متاع الغرور كان مثلا عليه قوله تعالى كل ما عليها فعل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا ينزل في الناس يدونه غدا ويبقى علاج القرآن له صالحا عنده خدمة لنا وتحقيقا للأمن والأمان. رصدت جوائز معتبرة لحفظة كتاب الله عز وجل. عندنا الطالب الأول، أدعو فئة الحافظين لـ60 حزبا. وأدعو السيد الوالي لتقديم هذه الجوائز. إذا طالب الأول شعب الحوة من مسجد أبي بكر الصديق قرية أيت عبد المؤمن واضية. التلميذ الثاني هي خاطي سيرين من مسجد الرحمة حي حمودان. الطالب الثالث هو خاطي عبد الرحمن من مسجد الرحمة من حي حمودان. جزاه الله عز وجل عنا كل خير. شكرا. فليتفضل الطالب الثالث من فئة 15 حزبا هي الطالبة السعدون ميليسا من زاوية السيدي علي موسى بمعقة. من زاوية السيدي منصور. الله يفتح من نفس الزاوية.
ثم طالب سعد ميليسا من زاوية سيدي أبي موسى بن عطاء إلى أن الطالب سعد ميليسا مكرم من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الأستاذ طالش وهي طالبة من زاوية سيدي أبي موسى في معطاء المشهورة بزيت الزيتون وكذلك قائد المجموعة الإقليمية من طرف الوطنية الأستاذ الشيخ سعيد ماول الأستاذ إيماني جائزة الطالبة شريف أمينة من زاوية سيدي أبي موسى وفئة 15 حزبا وفئة الحديث النبوي الشريف كما أدعو السيد رئيس دائرة تيزي وزو والسيد رئيس بلدية تيزي وزو وحافظ القرآن الكريم الغالي فيه ولا الجاء فيه وبارك الله لكم وفي جهودكم ثم عندنا جوائز أخرى أدعو أولا الجمعية الجزائرية للزوايا والثقافة الصوفية ساهمت وقدمت جوائز معتبرة لتلاميذ وحفظة كتاب الله عز وجل تعظيما لجمع الله جل وعلا وجزاهم الله عز وجل عنا خير الجزاء فليتفضل السيد الوالي مشكورا مأجورا وجزى الله عز وجل ورفع من قدر هذه الجمعية على هذا التقدير وعلى هذا التمجيد وعلى هذا الاحترام ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهم ونطلب منهم الدعاء على ظهر الميت وسيد هاجر السبيلي مؤسسي زاوية باكل بركان الشيخ عبد الله المحسن بارك الله السيد الوالي السيد رئيس مجلس الشعب الولائي السيد سراج محمد الطيب والاستاذ الشيخ نور الدين مشواط من الزوايا الجزائرية والتصوف ايضا تجدس مكنس مقاضة بابوس السام اللهم اجعل بلادنا هذا آمنا اللهم اجعل بلادنا آمنا بشكر السلام بشكر السلام ودعو العافية وفي الإنام يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم ولي علينا خيرنا ويطولنا علينا شرنا اللهم لا تصبت علينا بذنوبنا من لا يخبك ولا يرحمنا اللهم احفظنا وحفظ بلادنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ورداء المعتدين اللهم احفظها من كل الكوارث اللهم احفظها من كل الجوارح اللهم احفظها من كل المصائب صديق ربي الفضل القران الكريم من كلام الانسان هذه شبابنا الانسان شبابي مرجنا الانسان شر هذه شبابي ديالنا ان شاء الله الانسان راضي ولين في بوراك هذيك ان شاء الله ثلاثه
هذيك القطر بين يقول لا شنو نقول هذا هو الكرب الصحه هذا هو الكرب هنا الايرانيه الذهنيه هذيك القرص قسما بالصحه السماء في جميع الامور ماشي بحمال قال ما خامر ربي غادي يشبه ربي خامر ان شاء الله هذا هو اللي تهكا به بالقصاص ان شاء الله هذيك القرص قسما بالصحه السماء ان شاء الله اكيد نجيو ان شاء الله برا هذا غير جماعه ان شاء الله ديما قبل الرحمن ان شاء الله هذه جاره بما امكننا وفي الكردوس الاعلى برفقه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن يتزالن في الولايه ديالي تمرثاكين وذري داكشي ديال الشيخ سعيد ديال التفتيت ان شاء الله غادي نجار ديالك كثير ان شاء الله ربي يرضي ربي ان شاء الله حتى هو ما خاب ربي ان شاء الله ربي يرضي ربي ان شاء الله هذيك ربي ان شاء الله اي دعاء من الله اي توبه من الله الى ما يا ربي الا وليا الاستضافه ان شاء الله كل يوم ان شاء الله اين يضرب ان شاء الله هو ربي يحفظك ان شاء الله هذا هو كيس هكا بيت هكا والرصاص ان شاء الله هذا يحرز ربي الدريان والدريانا والرساله شفت ربي ذريه صالحه النافعه الشافعه ان شاء الله هذا يشفع ربي في بطن المرثى هذا غير كذا ربي يولد المؤمن هذا يفكر بها ربي وسالي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الانبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.